يقول: أأرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم، الله جل وعلا أخبر خبرا مؤكدا بالقسم أنه قد بعث إلى كل أمة من الأمم رسولا يقيم عليهم الحجة ويدلهم على الصراط المستقيم. وهذا من فضله سبحانه على عباده، حيث لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليدلهم على طريق الخير ويبين لهم ما يجب عليهم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. والمراد بالأمة الجيل من الناس، الجيل من الناس يسمى أمة، والبشرية أجيال متعددة متعاقبة. وبعثة الرسول كان في الأمم السابقة كل أمة يبعث الله لها رسولا، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. طيب، فليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي جديد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته عامة، ولأن شريعته كاملة صالحة لكل زمان ومكان، لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. ولهذا من ادعى النبوة بعد الرسول فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. طيب، قوله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأخبر أنه يأتي بعده كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم.